السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة عمل بنك الدم للمستوى المتوسط، وهيكون كلامنا النهاردة إن شاء الله عن الفينوتايبينج. نبدأ بقى بسم الله. إحنا اتفقنا إن إحنا هنشتغل مع بعض بطريقة التيوب ميثود. طيب، أول حاجة حضرتك عندك ريجنت من شركة معينة. اول حاجه نشوفها هو الريجنت ده بنشتغل بيه بطريقه التيوب ميثود ولا بطريقه الجل ميثود، لان ده طبعا هيأثر على نتيجه الاختبارات بتاعتنا. تاني حاجه معانا، لما نستخدم الريجنت ده محتاجين نستخدم معاه انتي هيومن جلوبولين ولا بدون انتي هيومن جلوبولين. يعني لما نستخدم الريجنت ومعاه الانتي هيومن جلوبولين زي كده هنشتغل بطريقه الايات زي التوافق كده، ولا لا ممكن نستخدمه وتكون طريقه الشغل بدون الانتي هيومن جلوبولين؟ تمام كده. يبقى دي اول حاجه نبدا نشوفها. تاني حاجه، احنا خلاص اتاكدنا وعرفنا ان هو بطريقة التيوب ميثود. لو بدون بقى انتي هيومن جلوبولين، اول حاجة هنعملها احنا هنحتاج المحلول بتاعنا بتاع العينة اللي هو 2-5% زي ما تعلمنا قبل كده، ونعمله من العينة اللي احنا عايزين نعمل لها فينوتايبينج 2-5% او بحسب الشركة. عايزين الريجنت بتاعنا اللي هو انتي كذا. اول حاجة في انبوبة هنعمل ايه؟ هنحط فيها 50 مايكرون من الريجنت، وعليهم 50 مايكرون من المحلول بتاع السيلز. بعد كده بقى في اكتر من طريقه حابب اقولهم، عشان لو حد من حضراتكم شغال باي ريجنت لاي شركه يبان معاه الوضع عامل ازاي. احنا عملنا الانبوبه بتاعتنا اللي هي قلنا 50 مايكرون من الانتي من الريجنت، وبعد كده نحط عليهم 50 مايكرون من السيلز. في شركه بتقول ايه؟ ان احنا نمزجهم كويس وندور في السنتريفيوج، وبعد كده نشوف النتيجه بتاعتنا هي ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف. في شركه تانية بتقول ان احنا نمزجهم وبعد كده نحضن في روم تمبريتشر في درجه حراره الغرفه، وتكون مده التحضين دي 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقه، 30 دقيقه، على حسب الشركه طبعا. وبعد كده نمزجهم كويس وندورهم في السنترفيوج ونشوف النتيجة بتاعتنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. في ايجنت تاني لشركة تانية بتقول ايه؟ ان احنا نمزجهم كويس وبعد كده نحضنهم في درجة 37 لمدة 15 دقيقة. تمام كده. وبعد كده نمزجهم كويس وندور ونشوف النتيجة ايه. في ايجنت بقى لشركة بقى غيرهم بتقول ايه؟ احنا نمزجهم كويس وبعد كده نحضن في روم تمبريتشر المدة من 30-60 دقيقة، وبعد كده نمزج ونشوف النتيجة ايه على طول بدون تدوير. يعني هنحضن في روم تمبريتشر من 30-60 دقيقة، وبعد كده نمزجهم كويس بدون تدوير ونشوف النتيجة ايه. يبقى في شركة بنمزج وندور ونشوف النتيجة ايه، في ايجنت تاني نمزجهم ونحضنهم في روم تمبريتشر ايا كان المدة 5-10-15-30 دقيقة على حسب الايجنت لاني شركة، وبعد كده نمزج وندور ونشوف النتيجة ايه. وفي ايجنت
مختلف بيقول نمزج وبعد كده نحضن في 37 لمدة 15 دقيقة وبعد كده نمزج وندور ونشوف النتيجة ايه. وفي ريجنت بيقول ايه ان احنا نمزجهم وبعد كده نحضنهم في روم تمبريتشر من 30 ل 60 دقيقة وبعد كده نمزجهم بدون تدوير، مش هندور يعني، ونشوف النتيجة ايه على طول. انا حبيت بس اقولهم عشان في اختلاف ما بين شركة والتانية، وانت حضرتك على حسب الشركة اللي حضرتك بتجيب منها الريجنت. تمام كده، دي كده الطريقة الاولى لما نعمل الفينوتايبنج للانتيجنز اللي الريجنت بتاعتهم مش بتحتاج انتي هيومن جلوبولين، مجرد الانتي مع الار بي سيز بتاعت العينة وبس. دي كده الطريقة الاولى. طيب الطريقة التانية، لو هنستخدم او لازم نستخدم الانتي هيومن جلوبولين، الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل لها باستخدام الانتي هيومن جلوبولين، ودول غالبا بتكون الاف واي اي، الاف واي بي، البيج اس، السمول اس، ده غالبا، بس طبعا مش مقياس، على حسب الريجنت بتاعت الشركات. طيب احنا محتاجين المحلول بتاعنا اللي هو من 2-5%، وعايزين الريجنت الانتي، وعايزين الانتي هيومن جلوبولين، وكمان الاي جي جي تشيك سيلز، وممكن نحتاج ايه اللس. نيجي بقى نبدا شغلنا. في البدايه هنجيب انبوبه وهيكون فيها ايه 50 مايكرون برضو من الانتي، وبعد كده عليهم 50 مايكرون من المحلول بتاعنا اللي احنا حضرناه على محلول الملح العادي. تمام كده، هنعمل ايه؟ هنمزجهم كويس وبعد كده نحضن في درجة حرارة 37 لمدة 45 دقيقة او بحسب الشركة زي ما اتفقنا. بعد كده هنعمل لهم ووشينج كويس بمحلول الملح 3-4 مرات كده، وبعد كده نضيف 50 مايكرون من الانتي هيومن جلوبولين او بحسب الشركة، وندور ونشوف النتيجة ايه. والله طلعت بوزيتيف، خلاص هنسجل النتيجة. طلعت نيجاتيف زي ما قلنا قبل كده، هنضيف 50 مايكرون من الاي جي جي تشيك سيلز، وبعد كده ندور ونشوف النتيجة ايه. والله طلعت بوزيتيف، خلاص هنعتمد النتيجة اللي طلعت. طلعت نيجاتيف، لا كده بقى في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش تمام ولازم نعيد الشغل تاني. ده كده احنا شغالين بايه؟ بمحلول الملح العادي. طيب في شركات بالنسبة لها الريجنت بتاعها يعني ممكن نضيف اللس، ده بيكون بطريقتين. الطريقة الاولى الانبوبة عادي اللي احنا عملناها اللي هي فيها 50 مايكرون من الانتي وبعد كده نحط عليها 50 مايكرون من السيلز بتاعت المحلول اللي حضرناها، وبعد كده نضيف عليهم 100 مايكرون من اللس او بحسب الشيك، وبعد كده نحضن 10 دقايق في 37 ونكمل بقى ايه الشغل تاني زي الاول. او الطريقة التانية ان احنا بقى من الاول خالص احنا نحضر محلول الكرات بتاعنا العادي ده في اللس، وبعد كده هنحط 50 مايكرون من الانتي في الانبوبة وعليهم 50 مايكرون من المحلول اللي حضرناه في اللس عليهم، وبعد كده برضو هنحضن 10 دقايق في 37 ونكمل الشغل ايه زي اول حاجة. تمام كده. طيب عايز بس اقول كم نقطة للأهمية. زي ما قلنا ممكن يكون في اكتر من ريجنت لاكتر من شركة مختلف، فالشغل هنا كده هيختلف، عشان كده لازم نخلي بالنا من كام حاجة. الريجنت زي ما قلنا هو بيتعمل للتيوب ميثود ولا للجل ميثود، بنستخدم انتي هيومن جلوبولين ولا من غير، محلول الكرات اللي احنا بنعمله هو نسبته من 2-5% ولا لا، النسب اللي احنا بنستخدمها ونحطها 50 مايكرون من كذا وكذا ولا مختلفة،
وقت التحضير قد ايه؟ في روم تمبريتشر ولا في 37؟ بندور على طول ولا بنحضر الاول وبعد كده ندور، ولا بنحضر وبعد كده بدون تدوير؟ احنا بنشتغل بمحلول ملح عادي ولا باللس ولا ممكن الاثنين؟ ولو اشتغلنا باللس نشتغل عادي وبعد كده نضيفه على عينة الدم اللي احنا محضرينها او عاملينها، ولا من الاول خالص نحضر المحلول على لس؟ عينة الدم اللي احنا عايزين نعمل لها الفينوتايبنج بتكون الاول على ايه ده، ولا وضعها ايه، وبقالها قد ايه، وهكذا. دي حاجات لازم نراعيها واحنا بنشتغل، وكل ده عشان نحاول ان احنا نطلع النتيجة صح ونكون مطمنين لكل حاجة ظهرت معانا. تمام كده؟ طيب ده كده اختبار الفينوتايبنج. نقف عند النقطة دي النهاردة. كان معكم أخوكم شريف عبد المنعم، إلى أن نلتقي إن شاء الله في المقطع اللي جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.